مقدر كيسي او بدر كيسي جايين بحلقه جديده من قناه برادرز كيسي اي اي. طبعا يا شباب هذه الحلقه ما فيها مونتاج ولا شيء، بس بنقول لكم كلام مهم ان راح نقطع على القناه شويه عشان احنا مسافرين. حتى شو احنا في مدينه الملك عبد الله. شو كيف طويل يا حمدي طويل. طيب اذا بتقولوا ليش ما تصوروا فلوج، احنا كنا نصور فلوج. شوفوا السناب خشوا السناب هتشوفوا كل شيء، كل شيء حق عبد الله وكل شيء. طيب انا بس عندي تويتر، هذا ما عنده تويتر. طيب بس تبدا عيال لا الانستغرام السناب شات مره مهم، ضيفوني وضيفوا لانه صورنا يوم صورنا اليوميات. ولا تنسوا هاشتاج لا للتعصب، اي هاشتاج لا للتعصب هنفتحه. هو شروط المسابقة، يعني أنا هلالي هذا هلاوي، تتصوروا مع بعض للمنتخب، تسوي شيء وترسلونه هو في الانستغرام أو السناب شات. أهم شيء لا للتعصب، وكان معاكم بدر كيس إيه أو عبد الله كيس إيه. مع السلامة.